النائب من القائمة الموحدة سعيد الخرومي، أسعد الله مساكم. أسعد الله مساك ومساء كل الإخوة الحضور في هذه الأمسية الرائعة، أمسية تكريم رجال الإصلاح في منطقة الجنوب من قبل مؤسسة الشيخ ورجل الإصلاح عبد العزيز السيد. يعني دابت هذه الأمسية السادسة التي تقوم عليها هذه المؤسسة، وكل الشكر للإخوة أبناء المرحوم عبد العزيز السيد الذين قاموا بهذا النشاط الكبير وهذه الأمسية والإفطار الجماعي. نحن نشد على أيديهم ونشجع مثل هذه المبادرات في مجتمعنا العربي. بارك الله فيك.